اندلع حريق داخل معمل للنجارة في شارع الأطباء الشهير وسط مدينة الفلوجة شرقي الأنبار، ما أسفر عن وفاة عاملين اثنين. وقال مصدر مسؤول في مديرية دفاع الأنبار إن الحريق اندلع إثر خطأ ارتكبه أحد العمال ما تسبب باشتعال البنزين، مبينا أن النيران أتت على المعمل بالكامل، وأضاف أن الحريق أدى إلى وفاة عاملين في أثناء إسعافهما إلى المستشفى. سمعنا الصياح، جينا نركض، الولد فوق بالشباك بالغرفة اللي فوق ده يشتغلون، رادوا يطلعون ما قدروا يطلعون، العالم رادت تنقذهم ما قدروا لأن ماكو باب مفتوح يصعدوا لهم، قسبوا فوق. بين ما جت الإطفاء ورا ساعة جت الإطفاء لقيتهم منتهين ميبسين، قمنا نصيح الشرطة خابر الإطفاء جيبوا الإطفاء، احنا عندنا تليفونات ندود. العالم جزاها الله ألف خير، أربعة خمسة صعدوا خلوا درج كسروا ورادوا وما قدروا، والولد طيبين بالساعة طيبين الولد، رادوا بس يطلعوا من الشباك ما قدروا يطلعون ولا العالم قدرت تنقذهم. حريق كان فوق صباغة مال النجاجير، وصباغين الولد فوق صاير عندهم حريق، أنا ما كنت موجود، كنت هنا جيت أركض حالي حال العالم، سيارة ناس تركض يدون ينزلوهم ما قدروا، ودول الاثنين الولد انتهى أمرهم فوق خلاص. الحادث عبارة عن حريق بأحد العماير اللي بالسوق، راح ضحياتها ابن أخويا ويعني ونسيبنا، يعني الحادث قضاء وقدر وأدى إلى وفاتهم، ما قدروا يطلعون، حصروا اللي بمكان اللي الحادث الحريق جي اللي كان بنزين دي ينظفون أو المكان اللي دي ينظفون به، فصارت جدحة مال النار، واللي قدر طلع أكو اثنين طلعوا بهاي الصفحة، ذيك الصفحة الثانية لا انحصروا، باب الفوق الخارج السطح مسدود مسكر ما قدروا يطلعون، فراحوا ضحيت هذول الاثنين ابن أخويا ونسيبي.